يمكن العالم دلوقتي كل توجهاته هي الأزمة المناخية اللي حاصله، وكمان بيبقى فيه كده دور علينا كلنا، مش بس مؤسسات أو دول أو بلاد بعينها، لكن لازم كلنا نبقى عارفين إزاي نحافظ على المناخ بتاعنا، إزاي نحافظ على درجات حرارتنا اللي بدأت تزايد وبيحصل بسببها كوارث ومشاكل كبيرة جدا، وده طبعا هيعود بنتائج سلبية على أكلنا وعلى الأكسجين اللي بتنفسه، كمية الكربون اللي بتحصل وكثافتها. فطبعا دلوقتي في مبادرات كتير جدا، في كمان كلام بيتقال عشان ازاي نخلي المناخ بتاعنا يوصل لمعدلات كويسة، او على الاقل ما نهدرش اللي جاي من طبيعة والكلام ده كله. ولكن في تجربة طبعا مهمة جدا بيقوم بيها عزيز رفعت وأميرة صبحي أعضاء في برلمان الشباب، وعاملينها وبيناقشوها دلوقتي مع البرلمان عشان ياخدوا فيه قانون أو يعملوا قانون بالموضوع ده. فهم منورينا، ازيك يا عزيز وازيك يا أميرة؟ منورين. الحمد لله، ده منور حضرتك. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بيكم. أهلا بيكم. في البداية كده عايز طبعا هوجه لكم انتوا الاثنين الكلام، واللي حابب يجاوب هيجاوب. يعني الفكرة جات لكم ازاي لو هنتكلم عن المناخ، وإيه اللي خلى الموضوع كده يجي في بالكم يعني؟ طيب، هو موضوع لجنة التغير المناخي ببرلمان شباب مصر هي فكرة جت لحد من زمايلنا الشباب، راحوا تقدم بيها الإدارة في الوزارة. الإدارة درست الفكرة وطبقتها بمنتهى البساطة بعد ما الشاب قدم الفكرة كاملة، وبالفعل الوزارة ما تأخرتش والإدارة المركزية ما تأخرتش، وبدأنا فعلا في تطبيق الفكرة. الفكرة بدأت من هنا، إن اللجنة الأحداث اللي دايرة حاليا إن إحنا عندنا تغيرات مناخية خطيرة على العالم كله، فبناء عليه عندنا كوب 27 هيتعمل في مصر في شرم الشيخ. وده حدث كبير جدا بتستضيفه مصر، فإزاي إحنا كشباب مصري ما يكونش لينا وعي وما كانش عندنا لمحه وما كانش عندنا بصه للموضوع بشكل مناسب، ان انتوا تساعدوا في الموضوع بالظبط. ومن هنا جت الفكره لحد من زمايلنا وتقدم بيها، وبالفعل اتوافق عليها وبدانا فعلا في تشكيل اللجنه. تفاصيل اللجنه كتير والجلسات بتاعتنا، بدانا اول جلسه في مركز شباب التجمع الاول من اسبوع او اكتر، وعندنا جلسه ثانيه هتكون في مركز شباب المستقبل في المقطم، وبالمناسبه بندعو حضراتكم ان تكونوا موجودين معانا باذن الله يوم الخميس. والموضوع حاليا بيدور حول مناقشه مقترحات لتقديم مشروع قانون البيئه، والموضوع ده هيعدي بعده فلاتر زي الخبراء اللغويين والخبراء القانونيين، عشان طبيعي احنا كشباب في الاخر ممكن يتناقش في مجلس في شرم الشيخ او مجلس النواب، مشروع القانون في مجلس النواب ومجلس الشيوخ بعد ما يعدي على الخبراء كله. بالزبط. ففكره ان شباب في سن من 18 ل 25 سنه يقدروا يشاركوا ويحطوا اوراق وصوتهم يكون مسموع من قبل المسؤولين في البلد، ده حاجة يعني ما كانتش موجودة كتير زمان. بالظبط. فده شيء يعني يحمس جدا. بالظبط. طيب أميرة، عايز برضو أعرف منك يعني البرلمان الشباب فيه كام حد؟ بتتعاملوا إزاي في المواضيع زي مثلا موضوع زي المناخ، أو إيه هي المواضيع غير المناخ اللي ممكن تكونوا بتتكلموا فيها أو عايزين تقترحوها على المسؤولين؟ بداية، برلمان الشباب ده هو برنامج تدريبي تثقيفي بيستهدف فئة الشباب من سن 18 سنة ل 25 سنة، بتنظمه الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة تحت شعار كن قياديا كن مؤثرا، لإعداد جيل من شباب بين الشباب لديه القدرة على طرح الآراء والأفكار والتدريب على إدارة المناقشات والحوار الديمقراطي تماشيا مع بناء الإنسان المصري وبناء ورؤية الدولة المصرية 2030. وعندنا الفصل التشريعي هو مكون من دورين انعقاد، الدور الانعقاد الاول بيكون لمده عام واحد فقط، واحنا بالفعل اتعمل لنا معسكر بعد ما انتخبنا الانتخابات اللي كان بالطريقه الالكترونيه، معسكر في دار الهيئه الهندسيه، والمعسكر ده تم تشكيل هيئه المكتب البرلمان من الرئيس والوكيلين والمقرر العام للمكتب، وعندنا في اللجان 25 لجان نوعيه هي ممثلة للجان مجلس النواب. وإحنا أصلا البرلمان شباب مصر هي تجربة رائدة لأولى محاكاة الحياة السياسية المصرية، بنحاكي مجلس النواب المصري. يعني زي ما بيحصل مثلا إن مثلا ممكن يكون حد طموحه إن هو يكون نائب في مجلس النواب أو بالزبط. الكلام ده كله، إحنا عندنا أصلا كوادر من كانت في برلمان شباب مصر، زي على سبيل المثال النائبة هيام الطباخ كانت حاليا عضو مجلس النواب، العضو النائب محمد السباعي عضو مجلس
مجلس شيوخ، النائب محمود حسين ده رئيس لجنه الشباب والرياضه في مجلس النواب، كل هذه الكوادر العظيمه كانت في برلمان شباب مصر. برلمان شباب مصر ده بيأهلنا ان احنا نكون فعلا كوادر لكي يعتمد عليها في كافه المجالات ويقتضي بنا العالم في كافه المجالات، ومش بيعتمد بس ان هو يأهلنا سياسيا، لا هو بيأهلنا سياسيا وثقافيا واجتماعيا. يعني عندنا حاجه حاليا شغالين عليها هي صالون برلمان شباب مصر، ده بيكون في نهايه الاسبوع خميس وجمعه وسبت على برنامج الزوم، ده بندرب فيه على حاجات كتير جدا زي ادوات الرقابه البرلمانيه. انتوا اللي بتدربوا ولا بتتدربوا؟ لا بنتدرب. يعني الاداره المركزيه للبرلمان بتوفر لنا خبراء قوانين بدون المحاضرات ديت، وعلى وكل مره بقى محاضرات مختلفه عن التغيرات المناخيه اللي هي مواكبه العصر الحالي، عن ازاي نعمل ادوات، ازاي ايه هي ادوات الرقابه البرلمانيه زي السؤال استجواب زي طلب احاطه وغيره من العمل البرلماني. فهي بتاهلنا ان احنا نكون فعلا كادر، عشان اللي حابب فيما بعد باذن الله ان هو يكون عضو فعلا في مجلس النواب المصري يقدر ان هو يكون مؤهل حقيقي. وان شاء الله انتظروني في بحلول عام 2030 نائب عن دائره الخنكه والعبور. ان شاء الله ان شاء الله. طيب قولوا لي، عايز اعرف برضو منكم اللي بيحصل دلوقتي في موضوع المناخ ايه، او اكتر حاجه حديثه حصلت في اجتماعاتكم او اللي انتم بتتكلموا فيها دلوقتي. بص يا استاذ احمد، حاليا احنا زي ما وضحت لحضرتك كان اخر جلسه جماعتنا كانت في مركز شباب التجمع الاول. اتقسمنا فيها مجموعه، كل مجموعه خدت مجموعه من المواد في قانون البيئه بنناقشها فيما بيننا بعد ما خدنا اجزاء كتير من التدريبات وغيره، علشان نقدر نكون ملمين وواعيين جدا بالقانون اللي بنقراه في الدستور المصري. ومن خلال ده بنبدا نقترح، يعني الجلسه الجايه باذن الله يوم الخميس هنبدا نناقش ما توصل ليه المجموعات اللي خدت اعداد قوانين. بتكون مثلا عباره عن ايه يعني كم مجموعه ممكن يكونوا بيعملوا الابحاث بتاعتهم وبيقدموها بعد كده في الاجتماع ده؟ احنا اصلا 30 عضو في لجنه التغيرات المناخيه. وهي اصلا مشتركه مع لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه عشان نقدر نناقش القوانين وفق الاستراتيجيه الوطنيه 2050. وكلهم من الشباب؟ كلهم طبعا شباب. من 18 ل 25، من 18 زي ما قلت لحضرتك ل 25 سنه. احنا بنقدر طبعا في الاول اللي جابوا لنا خبراء ازاي ان احنا نصيغ اصلا قانون وازاي نعدل في القانون، والوزاره حريصه دايما ان هي تواكب العصر وان هي تساعدنا على موجبه التغيرات اللي بتحصل معانا، وبيرسلوا لينا ورسلت لينا الاداره الحقيبه البرلمانيه والدستور لكي نكون على علم به، مش ان احنا مجرد نموذج محاكاه وخلاص. لا، احنا نموذج محاكاه بالفعل ملموس نقدر ان احنا فعلا يعتمد علينا. وبالفعل تم تقسيمنا المجموعات زي ما زميلي عزيز قال، ودلوقتي احنا شغالين عليها، كل عضو فينا معايا زي ثلاث قوانين او ثلاث مواد بيعدل فيهم وفقا للصياغه طبعا اللي احنا اتعلمناها، وهكذا. وان شاء الله يوم الخميس القادم، وان شاء الله حضرتك تنورنا كده معانا باذن الله، هنبدا ان احنا نعرض ايه هي المقترحات بتاعتنا، ايه هي التعديلات، هل هي قابله فعلا للتعديل ولا لا، وهل هي هتقدر تفيد المجتمع في التغيرات المناخيه ولا لا. طيب انتوا دلوقتي مثلا ايه اللي خلاكوا تشتركوا في برلمان الشباب، او مثلا اللي ادالكوا الفكره في الاول كان عباره عن ايه؟ وهل مثلا بيبقى في مثلا كليه زي كليه حقوق مثلا هي اللي بتبقى عارفه عن التشريع وعارفه عن القوانين وعارفه عن الحاجات دي كلها، هي بس اللي ممكن ينضموا لبرلمان الشباب، ولا بتنضموا من اي كليه ممكن؟ عايز اقول لحضرتك ان اصلا في برلمان الشباب هم من اجمل واروع شباب مصر في جميع الكليات، كليات صيدلة، كليات طب، أطباء أسنان وطب بشري، وجميع التخصصات وحقوق وبس. ومش بس كده أصلا، ما هي لجنة التغيرات المناخية مش مقتصرة على خريجين حقوق، كمان تخصص لغة عربية ماليش علاقة بالقانون خالص، وبالتالي أنا عضوة في لجنة التغير المناخي مشتركة مع نقشة القانون. فهم أصلا البرلمان بيحاول إن يخلي فرص متكافئة لكل الشباب بتاعته، فاحنا بيأهلونا ان احنا ازاي نقدر نناقش القوانين وهكذا. فهو مش مقتصر بس على الحقوق، لا، هو اي عضو عادي، اي حد معاه كليه او اي حد من عضو من 18 سنه ل 25 سنه يقدر ان هو يشترك عادي جدا في البرلمان. طيب قول لي يا عزيز، ايه اللي البرلمان ادهولك او الخبره بتاعت ان انت تبقى شايف نفسك نائب في المستقبل وممكن تتكلم ويبقى بتغير في القانون، بيبقى عندك فكره بتطرحها للمجتمع المصري كله وياخده برايك، ده انت شايفه ممكن الانطباع بتاعه عندك ايه؟ بص يا استاذ احمد، البرلمان هو اللي كون جزء كبير من شخصيه الشخص اللي موجود مع حضرتك هنا، وهو اللي جاب الشخص اللي موجود مع حضرتك هنا. البرلمان
بعيدا ان هو نشاط تثقيفي بيعلم الشباب انشطه تثقيفيه وبرلمانيه وادوات رقابه، بيدي كمان مهارات حياتيه. ازاي الشاب يعيش، ازاي الشاب يتكلم مع مسؤول، ازاي يطرح مقترح، وازاي لما يطرح مشكله يطرح معاه الحل عشان يكون نقد بناء مش هجوم وخلاص، ازاي الشاب يتحاور، ازاي يستمع وينصت. كل ده بيبني في شخصية الشاب، عشان لما تلاقي شاب عنده 18 أو 25 سنة، شباب مننا يا أستاذ أحمد موجودين بالفعل في مكاتب، موجودين شغالين مع محافظين، موجودين في مكاتب محافظين، موجودين في مكاتب نواب بيشتغلوا معاهم، بيقدموا مقترحات، بيقدموا مبادرات، كل ده برلمان الشباب ساعد الشباب فيه. فالتجربة ثرية جدا، بتغير في الشاب، بتغير في شخصية الشاب، بتخليه ينضج بشكل أسرع وأكبر بكتير بصراحة. طيب أنا شايف برضو إن يعني برضو في كم كده حكمة ورزانة في الشباب، يعني فيك وفي أميرة، وعايز برضو أعرف منكم عن تجربة البيئة، الحاجات اللي احنا دلوقتي ممكن نتكلم عليها عشان نحافظ على بيئتنا. يعني أميرة ممكن تقولي لي إيه أهم الخطوط العريضة اللي لما هنيجي نتكلم عن البيئة بتاعتنا أو الإطار البيئي اللي احنا عايشين فيه، ازاي نحافظ عليه وازاي ما نخلوش متاثر جامد باللي احنا بنعمله؟ هو اولا التغيرات المناخيه دي لازم أن يكون العالم كله عنده توعيه بيها، يعني يعرف ان هي فعلا مش بتخص مجتمع واحد بس، لا ده بتضر العالم باجمعه. ونعرف ولازم أن يعرفوا برضو ان التغيرات المناخيه دي هي بس بتكون بسبب عوامل طبيعيه مثل التغير في الدورات الشمسيه، ولكن ده كان منذ القرن ال 19، ولكن اصبحنا الان هي العامل البشري هو السبب الرئيسي في التغيرات المناخيه. بسبب الحرق الوقود الاحفوري زي الفحم زي النفط زي الغاز وغيره من الاستخدامات المدرة زي الاستخدامات البلاستيك كتير اللي احنا بنستخدمها، فده كله بيعمل انبعاثات. والتغيرات المناخية دي هي عبارة عن الشيء ونقيضه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان بيحصل فيضان وجفاف، زي ما حصل دلوقتي جفاف في نهر الراين في ألمانيا، وحصل فيضانات وامطار كثيفة جدا في صحراء جزيرة العربية. هل ده كان من الطبيعي ان هو يحصل؟ لا للأسف. واصلا ده يعني الخبراء اصلا من حوالي 15 20 سنة اتكلموا عن الموضوع ده، بس احنا ما كناش نعرف ان احنا هنعيش العصر ده، كنا ده لسه بدري، لكن بكثرة الانبعاثات والحاجات مضرة للبيئة هو ده اللي أدى. فأول حاجة نبدأ بها إن احنا نوعي الشباب إيه هي نعرفهم إيه هي التغيرات المناخية عشان يكونوا فعلا على دراية إن العالم مهدد للانقراض. طب لو العالم انقرض احنا نروح فين؟ ما هو مالناش مكان إن احنا نروح فيه. بالظبط. فلازم يكون كل شاب لازم أول حاجة نبدأ بنفسنا، لازم نبحث عن التغيرات المناخية، نحضر ندوات، يعني ظروف الشباب والرياضة دلوقتي شغالة في ملف عن التغير المناخي، نحضر ليها ونعرف إيه هي التغيرات المناخية. أول حاجة زي ما قلت لحضرتك التوعية، نبدأ من نفسنا إن احنا نرشد مثلا في استهلاك المية، نستخدم بدل الاكياس نستخدم اكياس القطن، اكياس القطن او اكياس الورق، فاكياس القطن دي هتشيل لي اوزان كتير جدا وهتوفر لي في يعني انا هتفضل معايا مده اطول، مش يعني مثلا هتؤدي للتلوث او مش هتؤدي للتلوث ولا اي حاجه خالص، وهتستخدم معايا لمده طويله. ومثلا لو انا قاعده في الاوضه فاضيه جنبي فيها نور، طب انا ليه؟ طب ما انا اقفله بحيث ان انا اقلل من الانبعاثات اللي بتحصل والطاقات المتزايده. طيب اخيرا كده واخر سؤال عايز اساله لكم، عايز اعرف ايه الخطوات اللي جايه اللي انتوا ناويين تعملوها او الطموحات بتاعتكم؟ طيب بالنسبه لبرلمان الشباب واللجنه التغير المناخي، زي ما وضح لحضرتك ان هيكون باذن الله في مشروع قانون هيتقدم لمجلسي النواب والشيوخ مقدم من برلمان شباب مصر. هيتحط على مائده باذن الله برلمان الشباب او برلمان النواب والشيوخ من خلال برلمان شباب مصر. بالاضافه كمان ان لجنه التغير المناخي الفتره الجايه عندها عده تخصصات داخلها. عندنا مجال التوعيه، البحث العلمي، معانا حد من الشباب شغال على مشروع الهيدروجين الاخضر. ده مشروع قوي جدا ومعاه شباب زمايلنا شغالين على المشروع، وحاجه ما شاء الله مش مجرد بس ان في تدريبات بتجيلكم وانتم بتنفذوها على ارض الواقع، لكن في ابحاث وفي أيوة مشاريع بتتعمل. اكيد طبعا. طب وانت شايفه برضو ايه اللي جاي او ايه الطموحات اللي جايه؟ انا طبعا مش هضيف كلام كتير على زميلي عزيز، هو فعلا يعني احنا دلوقتي بنناقش التغيرات عشان نامل باذن الله ان احنا نقدمها في كويبس 27، ودي من ضمن المقترحات بتاعتنا. والوزاره دايما شغاله معانا على التغيرات اللي بتحصل في العصر، يعني مثلا دلوقتي التغير المناخي دلوقتي شغاله معانا على ملف التغيرات المناخيه بجانب شغلنا اللي هو في اللجان في التخصصات اللجان، وهكذا يعني. والله انا عايز اقول لكم تنورتوني
ده بنور حضرتك والله. والكلام بتاعكم يعني جميل، وشايف طاقة شبابية كده حلوة جدا، والواحد لما بيشوف حاجة ان شباب كده النهاردة ليها كلمة مؤثرة وبيقدروا ان هم يوصلوا كلامهم، وكلامهم كمان يتاخد بيه، فبيكون حاجة حلوة جدا. نورتوني جدا. ده بنور حضرتك. وبنتمنى لكم التوفيق، ونورتوا طبعا شاشة صدى البلد وانبوكس. وخلينا بقى نطلع لفاصل دلوقتي ونرجع مع النشرة الفنية اللي بتقدمها مروان عطلة.